بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ومن جديد وستاد الاهلي النهارده حلقه خاصه عن حصاد الجوله ال 25 من عمر وزمن الدوري المصري الممتاز هيكون معانا ضيوفنا الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن فوزي سكوتي وايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن عمرو انور عشان نحلل معاهم كل المباريات اللي اقيمت في الجوله ال 25 من بطوله الدوري في البدايه حابب اتكلم مع حضراتكم على امر مهم جدا ولا يحدث الا في النادي الاهلي من فضل الله سبحانه وتعالى، الاهلي اصبح تعب الناس من ادائه الكويس، يعني في ناس بقت تقول انا تعبت من الاهلي، ليه الدنيا كلها بتقع والاهلي ما بيقعش؟ وتلاقي ناس مثلا النادي الاهلي متاخر بهدف او متعادل ويكونوا فرحانين وبعدين فجاه النادي الاهلي يحرز هدف في الدقائق الاخيره يبتدي الدنيا بالنسبه لهم تتشقلب وتتقلب وتبقى امر غير جيد بالنسبه لهم، لان النادي الاهلي الفارق ما بينه وما بين باقي الانديه انه عنده مدير فني على اعلى مستوى المدير الفني اللي على اعلى مستوى عامل نتائج مبهره للغايه والمبهر في هذا الامر وحتى بلغه الارقام وفي علم التدريب يقول لك دايما النمبر نيفر لايز يعني الارقام ما بتكذبش هودي لحضراتكم كده احصائيه جميله جدا لو شفتوا كل انديه الدوري العام مش هتلاقيها الا في النادي الاهلي هو انك عندك 16 لعيب من داخل قوام النادي الاهلي الفرقة بتبقى 11، أنت عندك 16 لعيب أحرزوا أهداف. ده لا يحدث إلا في النادي الأهلي، يعني ممكن أعدهم مع حضراتكم، لما يكون عندك هداف الدوري وليد أزارو جايب 16 جول، يليه عبد الله السعيد جايب 10 تجوان، يليه صلاح محسن جايب هدف وجايب 8 قبل كده مع فريق إنبي انضم الأهلي جاب هدف، وعندك جونيور أجاي جايب سبع تجوان، عندك وليد سليمان جايب ست تجوان، عندك اسلام محارب، اسلام محارب جايب أربع تجوان، عندك سعد سمير الراجل المدافع المساك اللي بيلعب قلب دفاع جايب ثلاث اجوان عندك عمرو السوليه جايب جونين مؤمن زكريا اللي قعير جايب جونين احمد الشيخ جايب جونين ميدو جابر احرز هدف محمد هاني فتحت معاه وجاب هدف وهنتكلم على قصه محمد هاني باكا جايب هدف وايمن اشرف جايب هدف وحسين السيد واحمد فتحي اذا عندك حتى الرباعي اللي بيلعبوا في خط الدفاع من ناحيه اليمين ناحيه الشمال الاربعه احرزوا اهداف وده لا يحدث الا في النادي الاهلي الاثنين اللي في الارتكاز واللي بيلعبوا امامهم والاطراف وراس الحربه كل دول احرزوا هدف تيجي تلاقي النادي الاهلي احرز 66 هدف في بطوله الدوري حتى الان فرق كبير جدا ما بين اقرب المنافسين في احرز 61 هدف وعنده 66 نقطه اقرب المنافسين عنده جايب حوالي 34 وتتكلم في 37 هدف 32 36 الفرق ده مش عشان النادي الاهلي بيكسب وخلاص لا استراتيجيه النادي الاهلي الهجوميه اللي بيطبقها على فكره على مدار تاريخه ولكن مع كابتن حسام البدري الصراحه ما شاء الله الموضوع في تطور مستمر والناس تيجي تقول لك هو ازاي النادي الاهلي تعبنا النادي الاهلي عنده محاور كتيره جدا في طريقه لعبه بيقدر يوصل ان هو يحرز بيها اهداف لما يكون عندك رباعي خط الدفاع هي دي الفرق اللي تلعب على بطوله الفرق اللي بتلعب على بطوله لازم ما يكونش عنده اثنين ثلاثه لعيبه بس بتجيب اجوان لان الاثنين ثلاثه لعيبه دول بس وارد ان انت تلعب فرقه بتدافع بشكل قوي وارد ان انت تلعب فرقه يبقى ظروف الارض والملعب وحاجات كتير جدا وممكن في بعض الاوقات التحكيم مش مش معاك مش في صالحك او مش فير هتلاقي ان انت محتاج محتاج نقاط تقدر تصل بيها الى المرمى محتاج عوامل تقدر تسجل فيها وكل ما تكتر عواملك كده هتلاقي الناس بتقدر تجيب اجوان هتلاقي ان انت بتعدي ماتشات ممكن يخلصها لك مدافع ممكن يخلصها لك باك شمال ممكن يخلصها لك باك يمين احمد فتحي حسين السيد احرزه اهداف سعد سمير وايمن اشرف الاتنين اللي بيلعبوا قلبي دفاع احرزوا اهداف لما تلاقي خط بقى خط الوسط عندك السولية وعندك عبد الله وعندك اجايه وعندك وليد وعندك كميد وعندك اسلام محارب ده كل ده انا وباكة. كل ده انا لسه ما اتكلمتش على خط الهجوم وليد ازارو وعندك جونر اجيل اللي بعض الاوقات بيلعب طرف وبعض الاوقات بيلعب مهاجم كل الحاجات ديت بتحسب للجهاز الفني لان هو ده عشان كده سجده الشكر من كابتن حسام بدري زي ما حضراتكم شايفين ادي اخر اللقاءات امام النصر النادي الاهلي كسب بخماسيه عشان عنده ناس كتير بتعرف تجيب اجوان كل الفرق اللي على مستوى العالم لو بصيت على برشلونه هتلاقي بيكيه بيجيب اجوان انا بكلمك على خط الدفاع بكلمك على خط الدفاع اتفرج كده على ريال مدريد هتلاقي مارسيلو بيجيب اجوان هتلاقي راموس بيجيب اجوان هتلاقي كارباخال بيجيب اجوان اتفرج على برشلونه هتلاقي يوردي البا بيجيب اجوان هي دي الفرق اللي بتلعب دي الفرق الهجوميه عكس اي فرقه تانية فرقه تانية هتلاقي اثنين ثلاثه لعيبه الهدافين والباقي بعيد تماما, بعيد تماما بعيد تماما بعيد تماما ممكن اجيب لحضراتكم امثله في كل الدوري العام لو جبنا فرقه عندها 16 لعيب احرزوا اهداف مش هتلاقي غير النادي الاهلي عشان كده النادي الاهلي في مستوى تاني عشان كده النادي الاهلي استراتيجيه الجهاز الفني اللي دايما بيلعب على الفوز دايما بيلعب على انه ازاي بيخترق دفاعات المنافسين ازاي بيقدر يوصل باكتر حاجه ممكنه بجمل بجمل تكتيكيه بجمل تكتيكيه لمرمى المنافسين بعدين انت عندك دلوقتي حتى في لعيبه ما بتحسش من خلال التدوير ان اللعيبه ديت بعدت ما بتحسش بنقص في صفوف النادي الاهلي كل ده يحسب للجهاز الفني وللاعيب برضه للعيب لعيبه النادي الاهلي واخده الموضوع بجد واخده الموضوع ان هو فعلا عندهم استراتيجيه وهدف واضح وواضح جدا ان الشغل اللي بيقوله الجهاز الفني بيطبق في الملعب الشغل اللي بيقوله الجهاز الفني بيطبق في الملعب عشان يبتدي ينفذوه اللعيبه عشان يصلوا الى كل هذا العدد من الاهداف وتلاقي النادي الاهلي بخطته وتلاقي النادي الاهلي المدربين بص المدربين مدربين يقول لك عن النادي الاهلي نادي الاهلي فريق اوروبي اتفرج على اللعيبه لعيبه الدوري الممتاز المنافسين يقول لك النادي الاهلي فريق اوروبي مين اصعب فرقه بتواجهها النادي الاهلي النادي الاهلي فرقه اوروبيه الفرقه الاوروبيه اللي ابتدت تتعب الناس اللي منتظره النادي الاهلي يقع ولكن طول ما انت بتفكر وبتشتغل وبتجتهد وبتتعب في تمرينك طول ما انت هتجني الثمار، تجني الثمار ان انت هتحقق الفوز. تجني الثمار ان انت هتحقق الفوز، حتى تلاقي تصريحات لعيبه النادي الاهلي منهم تصريحات محمد هاني يقول لك نغمه الفوز بالدوري لسه خلاص احنا مش هنصاع اليها ولسه الدوري في الملعب، الجهاز الفني نفس الشيء. اتفرج على كابتن حسام البدري وكابتن احمد ايوب وكل اعضاء الجهاز الفني، كابتن طارق سليمان، كابتن ساب وكل كل اعضاء الجهاز الفني بالكامل بيتكلموا ان نغمه حسم الدوري لسه بعيده، النادي الاهلي بيحسم الدوري لما بيكون فعلا رسميا خلاص فارق النقاط ما بينه وما بين اقرب منافسيه بعيد جدا، هتيجي تقول لي ما هو كده كده النادي الاهلي الفرق كبير والمنافسين بيتعثروا برده ده بعيده عن حسابات النادي الاهلي عشان كده عشان الحسابات اللي انت بتتكلم عليها ديت النادي الاهلي تعب بعض الناس النادي الاهلي الناس منتظره ان هو يقع ويقول لك الناس كلها بتقع الا هو عشان الناس كلها لو مشيت على منهج النادي الاهلي واستراتيجياته كانت هتبقى الدنيا مختلفه بالنسبه لكم. هبتدي مع حضراتكم في بعض الاخبار عن التمرين ولكن قبل التمرين عايز اتكلم على واحد من اللعيبه اللي صراحه يعني من فضل الله كنت دائم الاشاده بيه كل الناس ابتدت تشيد بيه هو عمرو السوليه واحد من اللعيبه اللي فعلا ممتازين ممتازين في كل ادوار ما شاء الله قامته البدنيه على اعلى مستوى بيبقى عنده ادوار في الملعب ممكن يلعب ارتكاز مدافع رقم ستة او الهاف ديفندر اللي الناس بتقول عليه والهولدنج ميدفيلد اللي هو بيغطي الاربعه المدافعين اللي وراه وممكن يلعب في رقم ثمانية او اللاعب اللي بعض الناس تقول عليه بوكس بوكس بيزيد وبيجيب اجوان عمرو السوليه جاب هدفين وجاب هدف في الكاس جاب هدف امام نادي الاسماعيلي جاب هدف امام طلائع الجيش جاب هدف امام تليفونات بن سيف وبيعرف يروح ياخد مكان راس حرب عشان يجيب جوانه دي من مميزاته غير كده انه معدل التمرين عنده آه تمرير عنده على اعلى مستوى ودي من الحاجات اللي مميزه عمرو السوليه احنا عندنا تقرير مهم جدا مع عمرو السوليه مؤسسه الارشيف الوطني بدوله الامارات العربيه المتحده وجائزه عام زايد نطلع نشوف تقرير عمرو السوليه ونرجع نكمل كلامنا مع